كمان نشرت غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء تعريفة أسعار وسائل المواصلات الجديدة في كل المحافظات، وده بعد اعتمادها رسميا من المحافظين. وأوضحت الغرفة كمان أنه تم نشر هذه التعريفة أولا بأول بكل محافظة وتم اعتمادها، ده بهدف طبعا إعلام المواطن وإطلاعه على أسعار تعريفات الركوب الجديدة ومنع التلاعب.